مشاهدينا، وللحديث أكثر عن انتهاكات الميليشيات في العراق ودلالات إحراق المسجد، مسجد في صلاح الدين، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور. الميليشيات تضرم النار في مسجد عمر بن الخطاب وسط قضاء تصرماته، في أي سياق تتحرك هذه الميليشيات وفق هذه الانتهاكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول الله العظيم: وعدهم الله سبحانه وتعالى بالخزي في الدنيا والآخرة. هذا الإجراء حقيقة ليس بجديد على الميليشيات الولائية التي أسست لهذا الغرض أصلا. هذه الميليشيات أسست بفتوى إيرانية واضحة وقامت بأدوار قذرة في العراق ولا زالت تقوم بهذا، ومن يقف وراء هذا الحادث يؤكد ما قلناه منذ البداية، أنه لا توجد شيء خارج القوات الأمنية من ميليشيا أو ميليشيات أو أي مسمى آخر إلا لتخدم هدف معين للجانب الإيراني والأحزاب الطائفية في العراق، والطائفية الآن على وجهها في العراق. نعم. وكل ما يحدث في العراق الآن وخاصة في المناطق التي وجهت إليها هذه الميليشيات، تجد أن الاعتداءات على المحرمات، اعتداء على العقيدة، اعتداءات على المساجد، هدم المساجد، هذا عملها. إذا لم تكن هذه الميليشيات فكانت في حينها القوات الأمنية تقوم بهذا والجيش يقوم بهذا. إذا نحن نعيش هذا الأمر بشكل واضح منذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن، وأطلقت يد هذه الميليشيات تعبث في هذه المناطق على مرأى ومسمع من الكل. العتب نعم ليس دكتور. عليهم العتب على قوات على المحافظة وسكان المحافظة والمحافظ والذين يسكنون هذه المناطق، أن يبقى الصمت هو العلاج الوحيد ضد هؤلاء. طيب يعني دكتور، هل يمكن الربط بأنهم اعتدوا نعم. على 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 بيت من بيوت الله؟ نعم. هل يمكن الربط ما بين هذه العملية، عملية إحراق المسجد، مع الاعتداءات التي وقعت ومارستها أمس في محافظة صلاح الدين بمدينة تكريت بالتحديد، يعني بذريعة ذكرى سبايكر، هل هناك توجيه من مصدر واحد؟ هل هناك يعني تنسيق ما بين العمليتين؟ القضية قضية أنه هذه الافتعال هذه الأحداث وقضية سبايكر والقضايا المختلفة ما هي دلالاتها الحقيقة؟ يعني أن الآن السبايكر مضى عليها ما مضى، ومن استعل سبايكر ومن أوجد سبايكر هو الأحزاب الإيرانية، كان نفس الأحداث التي أحرقوا فيها مسجد الحسن العسكري رضي الله عنه في سامراء، ومن قام بالتفجير هي الأحزاب الإيرانية المرتبطة بإيران وميليشيات إيرانية واضحة المعلم واعترف بها الجميع، وحصل ما حصل. نعم. لأنه هذه الأمور تخدم العملية السياسية وتخدم الـ 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 هذه الأحزاب التي في هذه العملية لإغراض طائفي، هكذا أوجدت، ليس لهم طعام إلا هذا. يعني أنت الآن تجد كل شيء يثير الفتنة قبل الانتخابات، قبل انتخابات مجالس المحافظات، هذه الفتنة تكون هي الحجة الوحيدة التي يحتاشون عليها، ليس لديهم سواها. يعني ما بنوا في العراق شيء. نعم. ولم يعمروا شيء، بل دمروا المجتمع ودمروا هذا البلد بهذه الخرافات وبهذه الأشياء. والميليشيات هي العصب الأساس لمشاكل في العراق. طيب هنا دكتور، يعني ما هو دور السلطات الحكومية والقوات الأمنية من هذه الجرائم والانتهاكات التي تؤكد أنها تأتي بسياق ممنهج؟ القوات الأمنية لا حول لهم ولا قوة، هم ليسوا أحسن حالا من هذه الميليشيات، ولكن إذا افترضنا جدلا أن هناك قانون، نعم، مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يساقوا إلى العدل إذا كان هناك عدل، إلى المحاكم. ولكن إذا كان رب البيت بالدف ناقل، إذا كان لمن تشتكي
الحبة إذا كان القاضي دجاجة. نعم. هذا القضية قضية احنا نقول القوات الأمنية ونقول القوات الحكومية ليس لهم دور. القوات الحكومية ليس بأفضل حال لأن أيضا شكلت على هذا الأساس. لاحظ حتى الذين يوضعون في هذه القوات يجب أن يكون لهم ولاء مطلق لهذه الميليشيات. الميليشيات إطلاق يدها بشكل واضح في العراق فلها دور أكبر من القوات الأمنية ولا تستطيع القوات الأمنية وإن مهما كانت جديتها أن تعمل شيء ضد الميليشيات لأن الميليشيات وضعوا لها أساس خاص هي فوق الكل هي فوق القانون هي مؤسسة تابعة لإيران بشكل واضح ولاءها لخارج العراق وتأخذ من أموال العراق هذه هي الميليشيات باختصار شديد. طيب هنا دكتور إلى متى ستبقى عمليات الانتقام الممنهجة ضد مكونات معينة من أبناء الشعب العراقي وبالتحديد في هذه القضية من أهالي صلاح الدين في مجزرة سبايكر ليس لهم علاقة ليس لهم علاقة بها تتشارك المسؤولية الحكومة وكذلك تنظيم داعش. هي قضية موجود وجود هذه الميليشيات في هذه المناطق ومناطق أهل السنة تحديدا المناطق التي تتارى ضد المحتل الأمريكي وهذه الميليشيات أسست أمريكيا إيرانيا ودعمت وسلحت لهذا الغرض للانتقام والانتقام المربع. هذا الحدث قضية سبايكر من أتى بداعش وهذا الأحداث تؤكد أن داعش الآن هي ذراع إيراني صرف تستخدمه الآن تريد أن تستخدمه الآن في أفغانستان وهذا واضح جدا وكان واضح للعيان أنه هذه الحركة وهذه المسميات التي تتدها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتدمير مناطق محددة قامت بالمقاومة الفعلية ضد المحتل الأمريكي وإيران سلحت هذه الميليشيات وأمريكا سلحت هذه الميليشيات للانتقام من أهالي هذه المناطق وظهر أن عملية الانتقام مستمرة. لاحظ هذا النفس الطائفي العلني في كل مجالات الحياة في العراق الآن ليس في مجالات الميليشيات وتواجد الميليشيات وغيرها. لاحظ الأعمار لاحظ المخصصات المالية لاحظ أنه أي حق من الحقوق يأتي الميليشيات وتهدم المساجد بعد أن طردوا داعش بأي حق وما هو الواجب لها. داعش مرت هنا فجروا كل مساجد بيجي في يوم واحد عندما وكذلك فعلوا في كل مناطق هذه المحافظات. الموصل ماذا فعلوا فيها؟ رمادي ماذا فعلوا فيها؟ فلوجة ماذا فعلوا فيها؟ ولا زالوا يفعلون تحت أغطية ومسميات مختلفة. إذن هذا الحقد لا يزال قائم والحكم في العراق مبني على هذا على هذه النظرية لأنه يخدم المرحلة التي يقوم بها هؤلاء. نشكركم الشكر الجزيل الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور هلال الدليمي كنت معنا من عمان شكرا لوجودكم معنا.